أطيب قهوة مع سلفتي رجل الجو قعدت على البلكون لهون عشان نشتغل. طلع ابني يحيى شعب قال لي ايش يحيى ايش نعمل؟ هبشتا تويو وين على الطاولة؟ يلا علو شب هذا زبط له الصفرة هابي بيرزي تويو افتح له هالعدة وهالاويل بقيته بتعمل هابي بيرزي تويو؟ يلا هلا بشغل لك الشمعات كمان بيرزي تويو هاي الشمعات كمان انا مرحبا يلا ابني يلا يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مطلع جديد لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. خلينا نبدا نوصل هذا المقطع 10,000 مشترك. اي 10,000 حفظ الايه على السوا هذا راح يقول لكم اياها. يلا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شلون بالله حفظه ولا ما حفظه؟ حطوا لي ليش اذا يعني حفظته خلاص اتركوا اتركوا خلاص شوفوا هذاك ايش عطف الضوء بشاله. والله لا اجيك الله يحيي. يلا علي. لا انا وعلي عم نتسابق. يا عمي عرفت الاي علي علي طلع شبر عندي علي طلع شبر عندي طلع يلا 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 سريع. اليوم رح نعمل تحدي انا وعلي. لا تحدي عنده 100 ضحك عبدالله بمزح. هذا الشغل انا معي واجي انت شغله هذا شغل علي ونضمه طبعا نضمن هيك بس امين من هون ومن هون ومن هون اشوف مين يخلص اول. يلا علي جاهز هيك تبعيدي بتعلي. يلا 1 2 3 يلا 1 2 3 جو اسويها خلصت. يا قلبي يا حبي يا قلبي يا حبه عاش تحكي حاش براتي انا راح اسمعك حتى انا اصبر. يا قلبي يا حبي والله انا بدي اصبر مش انت تصبر يا حلبه. قربا هذول لجنبك قربا شغلك لجنبك. طبعا شيء اسطوري شيء مو طبيعي الاندومي. لما اكلت امبير حتتذكرون ما شافوا تحدي الاندومي ما بعد ما حطيته لاني راح اسبعك انا. ها لا لا يا حبيبي. ماما 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 شفتي تحدي الاندومي بيني وبين اخوي؟ طبعا اخوي ما عمل العقاب الورق صح؟ صح ما عمل العقاب. ان شاء الله هلا شي شوي راح يعمل العقاب صح؟ ان شاء الله بهالحلقه صح يا شباب؟ صح يا شباب. احنا نجرب. لا راح تسمعني الورق لامي. Oh shit! Oh shit! Oh my god! 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 طبعا في منن بالزارع بضم بالزور. اليوم اكلنا احلى اكل. قولي لهم ايش الاكل؟ قول لهم انت. اطيب فروج بالعالم كلياته. اليوم ايش عطلك الانسه تحفظ صرت ايش؟ تبت يدي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم حفظتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب ودم واخذ عنه مال وما كسب فاصبرنا نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. طبعا راح اقول بحلقة ثانية حتى تتعلموا. رجع تقدم حلقة ثانية؟ راح حتى تتعلموا طبعا. لك اتعلموا لك طلعوا راح اسوء علي. لا 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 اللي خسران له اوراق عقاب العالم. اللي بيخسر بيضم بقية الشغل كله. يلا لا لا هلا لا اذا ربحت لا قوم منيح منيح حالك. لا برجوك مش قد فيه ضل شو البصار دي يضم هاد كله ضل ضل اثنين مو واحد. لا لا العقاب قالك شو؟ البخسر يضم هاد كله. لا لا يلي بيخسر بيهم كل هذا البيت مثل ما قلت. لا 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 بدك الحق بسرعة اسواني. يلا بدي الحق. لا اسواني انت خليكي تفوزي. لا بدي افوز. يلا تعلم لم البيت اذا انا خلصت فزت على قولتك دوم انا اروح ابرك وانت بتساعد البابا. لا 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 علي علي ركز شغل عملية اصطاق الطاقات هي بتعطيك شحن طاقة. هاي طلع جوزي عشان تشتغل. ايه تلهي تلهي منيح يا عبد الله يا سلام امي عبد الله يا سلام. طار هو على التليفون. رحتوا رحتوا انتوا رحتوا فيا بقولها عشان وقفكم. ما ادري ايش صار فيها بس المهم انا بس رح اسبقها. طبعا بركة ودي عندي 1 2 3 رح اربح على دمي. يلا قوم بسرعة اربح على لا قولوا الله بس تضل عندك. الله طبعا رح اتلم كل 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 الشغل اللي شفتوا هلا من شوي وبعدين بصير عندي الدم كل كل. لا علي انا اللي اربح. يلي شغلان مو وحدة واحد تنتين صار عندي تنتين جرد معكم جردين.
خليني أرباح بليز. ظل عندي واحدة أحلى تنتين. سامحيني 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 سامحيني. شباب سبقت أمي بعد عناء وعناء طويل. وأنا أجدع هلا عشان عقابي. يلا روحي. كونن كونن عقابي أنا أشتغل هدو. يا كروت طني هو برك. كان اليوم العشاء. شوف التوم اللي عملته أنا. يلم تحت ايدين جوزي يعني. هلا علي عبي أبي صوي أبي لون التفاحة صفرة. ورجع بيلو على التفاحة الصفرة. يلا قوم علي هلا بس يلونه رح ورجيكم كيف يطلع. مش تأكل طبعا فروتة. ماذا شو مين سوى لك ياهم؟ مارا جولون. يلا لا تنسوا ولا تنسوا تحطوا لنا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. تخير ربكم كلياتكم وخلي لي ألفكم لأني عم تدعموني والله العظيم. وعائلتي عم تكبر معكم أكثر وأكثر. تحية لكل صبية عم تدعمني ووقفة معي. خلي لي ألفكم كتير بحبكم بحبكم خيرات. الله سلام.